بس يا شباب خلاص جد خلاص يعني. الكومنتات لا بدري عليك انت كمان. سكروا من الكومنتات خلاص. لا اله الا الله. ماشي خلاص لقدر كل خلا انت كمان. كل الناس لقدر اكلت اليوم. الله يسلمك. انت ضروري تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني ولا ايه؟ قلت له 150 عشان يرفع الكومنت من الله. عم سكر الباب. عادي يا شباب. لا اله الا الله. لحوا 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 لحوا. هو مارتن الصراحة بلش اخويا مارتن يعني. بس حاب اقول لك شغلة بالتعليقات لا تكتب هيك خلص. بدك تمزح كلام من هالكلام روح اقصاص. لا اله الا الله. وحى اقصاص طبيعي الزلمة بدي يرد عليه. يلا يا اخوان نركز بالروم بالضبط. نركز بالروم. اقصاء بس اول روم فاز 90 وزومبي. وزومبي اه يلعب مات 90 فاصل خلص. شو بك يا خي؟ هلا بالمصفوة من وطن نورت. مين دخل معنا؟ يب زعيم. يلا ماشي بس المصفوة فينا. هذا مصفوة من الكل من الوطن من الكل. اذا طلعت عم يحكي مش سامع. والله ما تسمعني بس توصل لمستوى بتسمعني. زلمة لانه بتمعش يعني ناس صغار في صحيح. صرفة شو قال لك؟ حاس في شي غلط. انا ناس صغار. رتب جملتين على بعض زعيم. تطلع انا حلوة. ما فهمت علي انا كنت صغار بس صغار بالمستوى هاي في هرم انت ده صحيح. شو هرم غير من مستواك اخوي زعيم؟ لا اذا ما بعرف يعني اذا بتسمعني او لا بس ما ويلي احد اخصائي يا اخوان. هاي نتيجة نفس نتيجة واحد على زعيم. اذا تعرفوه يا اخوان هذاك ما غيره اللي كان عامل حاله لاعب اللي من الفتره هاي على رايح من جيب لاعب صاد قاعد ما غيره. ايوه هذا اللي ببالي بالكم زعيم. عرفت انت اتوقع عين اللي كان لاعب اللي كان زمان. هلا لو بنتك انت يا رعب بتكون كيف الخسره. بفتخر اني رعب يخسر اخويا زعيم يا جدعان. والله صار اقسم النهارده معي سهرة وخليه يطلع يشفط بالسيارة يا رب. ما هو زعيم اللي عايز يلعبه دلوقتي بالسيارة. زومبي في حدا بينزل 1 في 1 سيارات سلايدر عافية. شو يا زومبي شو يا عصارة؟ في حدا بينزل 1 في 1 سيارات؟ قول ليش مستوى خرا عم بيلعب 1 في 1 سيارات مع الشباب. شو خلص؟ خلص الروم. مستواي مستواي خرا من يومين من فترة يعني من فترة. لا اله الا الله قسما بالله صار له حوالي 4-5 اشهر مستواه زي خلاص. خليني ساكت يا اخوان خليني ساكت. صح شو قلت انا؟ ضل حدا ما خسره. لا عن حسيك اللي يصيد تمام والله شمط كل الجمعة. بكم معلق يا اخي انت عصان تحكي رح تتعلق. بالضبط انت عارف حكي مع المظبط. قال لك بدي اعلق انا بدي دوبك جملتين على بعضها بالتركيب. جبت المعلق اس. لا لا ولا جبت المعلق. مين المعلق اللي بدي يجي من طرفك؟ مين له عين يطلع بوجهك هسه بعد خسارة تخسرها هاي؟ يا ضينا والله. احمد مشلفي معه. احمد ديمو في الخز كثير اه. هاي بطولة شو بنقص صفر يا بنقص صفر. مين هاي؟ جماعه المانيا برضو. بطولة شو هاي؟ بس هو هسه بنجو اقوى من بنجنا بكثير يا رب. ايه بس خسران 90 فريم. عين خسران طيب ما شاء الله 90 خسر. لك اخي الروم قدامك ليك هبشير اخي. ها 90 خسر بطولة. لا خسر بالسير فاز وطن. ما انا ما انا خليته شوي يفوز عشان ياخذ حقه من 90. يعني ما جاء 7 2 ما بعرف 8 2 3. لك شلف والله. اول روم فرق كل وثاني روم تعادل ما بعرف واخر ثاني جاب الكل.
اخوان التذكير، بس اخوان التذكير حاليا بالتكبيس معنا هذا اسمه الاول والله ما ادري شو اسمه، فينهم اعتبروه ميسي ورمزي، اللي بيضل التوبون للاخير بالتكبيس حياخذ معنا رويال باس. تمام شكرا لهم، بس انه لا زومبي ولا كارفن بالتكبيس اليوم مجعوصين الشباب. عمتك رقم 3 بالكومنتات اللي فوق اسلم، اذا عم يسمعني قل له. لا هو ابو بعت لي على الخاص قال لي ما بسمع له. هو ابنك هاي؟ ايه ما بيسمع حاله يعني؟ قال لي احكي لي ما بس احكي له ما بسمع اولاد، مش مش سامع غير مش سامع غير راب وصالح بس. اللي زعيم بس يصير زلمه بس م... اه بس بيسمع حاله يعني؟ سلايدر وزعيم بيكملوا بعض اصلا. شو؟ سلايدر وزعيم بيكملوا بعض ازاي يعني؟ كان يا حبيبي يعني بيعملوا طلعوا اشاعات زي مستدر اخوي اخوة طبعا، بس كان باللعبة ولا بدي اعرف ولا بشوفه برا اللعبة اخوي وحبيبي حبيبي صحيح. شرف ليك انك تتعرف ازاي، شرف لي وشرف ليك انك تتعرف علي يا حبيبي، حلمك كان تقعد معي لوبين اكيد طبعا، ان انا اتشرف ان انا اتعرفك طبعا، حلمك يا مصري تتعرف علي، انا اردني وانت مصري يعني اخوي يا مصري. لا ما لحي يا مصري مركز عليها والله يا رب، حاسس مركز عليها. لا لا شامة لحي يا مصري والله المصاري والله والله زلام شرفي المصاري وزلام يا مصري. بس بدي اقول لك يا مصري اسمع ايه حطي 100 على الكسر يا مصري بالله عليك، دي ثانية واحدة عشان ما اقول لك شيء. لا يا مصري يا اخوي المصري الغالي، بس يا مصر بس حطي 100 سنه واحده بالله عليك والله اقول لك حاجه. يلا هاي ميوت يلا. لا بس الصوت طالع دي بالك. يلا سب لا والله حبار لا يا مصري لا يا اخويا مصري لا يا اردني يا اردني الالماني يلا خليك ببنزيناتك بس عبود كذي صح لك يا خي لك طفحت طبعك يا خي عم بيعقد تخيل الطفحت شو بيعقد يا والله يا برو بيعقد اكيد بيعقد حبيبي. شو يا مصر شو قلت اليوم؟ حكي لي بضل صاحبي احلى من 600 بطولة الله اكبر صحيح اكيد سندوتش مشكل اخويا سندوتش شو يعني سندوتش مشكل يعني كيف بده لحمة ولا يعني لا مشكل يعني طعمية طعمية وفول وفلافل فول وطعمية وبيض وحمورة والله هاي فول وطعمية فول وطعمية طعمية لمين مين طعمها مين بقول لك صوص هذول والغدا بدون طعم وبعض هاي محمرة ولسه العشاء اصلا لا شو بتاكل تعشى؟ لا انا تعشيت ها جيب شيبسي واللي بده يتحدى هيدا سلايدر لازم نجيب جبنة او واحدة بيبسي صهيونية لا بيبسي صهيونية شامعين بيشرب بيبسي لا مقاطعة لا شيء لا والله حبيبي اطيب شيء البيبسي لا حبيبي لا. بيبسي بيبسي مو تضع البيبسي انا معاه البرنامج سلايدر بس شو اسمه يا ولا برنامج ولا شيء روح على النت اكتب هل هاي المقاطعة بتكتب لك اياها ولا حبيبي ولا هاي مقاطعة انا بيبسي انت بتشرب بيبسي لا مش عارف سلايدر بتشرب بيبسي لا بشربش بيبسي طب تشرب بيبسي اخويا صالح اخويا لازم نطعم الشباب لازم انت تدعم يا تبدو جبنة شو اسمه ذيك الجبنة يا رب جبنة حدقة اشرح لهم يا رب عن الجبنة الحدقة يلا روح سلايدر بدك تاكل يلا روح يلا روح اشرح لهم عن جبنة الحدقة اخويا كيفو عزمك على جبنة حدقة يا اخويا اخويا سلايدر بدك تاكل شيء طيب اكل شيء طيب برو جيبلك جيبلك احترم راب انت وجماعة الالمان بلاش نحكي يا ابن المتضايقة كمان ميوت 5 دقائق عشان تتعلم ايوه ليش عم تعمل له ميوت شو لك علاقة انت كمان نحكي صراحة لانه كيفو عزمك عجبنا حدقة كيفو يا هون
اصلا حدا يا ويلي انا شايف يا حكومه شايف يا سيدرو زعيم البرو لك لك منور منور اللايف هيدا اللي بدي تذكر معي مش منور بس انت منوره عادي اهم شيء ايش انا تكون انت راضيه لحالك انا عم تحكي لا لا ولا شيء ويلي اقول يفوزوا ترى فاز البطوله لنا اليوم كمان بطوله اليوم رابعه لكن هاي مصيبه هاي هاي مصيبه لك يا هلا نورتي نورتي صالح ثواني شوف التعليقات وين هي التعليقات ثواني شوي اصلا انا كثر باللايف انا عم بحضركم لو هيك انا مفتش يعني انت انا بفتش لايفك يا كبير شوف عبي شو لك وطن فاز بطولي بالغلط جاي يهايط حبيبي وطن خليك بالدور وين بالغلط حبيبي الزلمه فاز جعصك وجعص 90 ما تقول لي بالغلط يلا برو يعني. انت وياه شلون بالغلط يعني شلون فهمني حدا بجعص زعيم بجعص 90 بالغلط سعيد عمك يلا برو جيب لي وين رامي رامي وينك بالريم لا لازم 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 تكتب قصرت لانه انا قصرت الصراحه هو هيك علي حلو الشباب حيخسروا اتوقع زعيم وزومبي زعيم وزومبي ما متعود متعود اسم زعيم على الخساره فعادي لك يا عمري زعيم وزومبي يا عمري ما بينساني برو ما بنسى خساراتك الصراحه برو انت اللي في القلب يا برو لا لا يلا يلا سلايدر بس زعيم انت فزت بدو انت وبابل عم بلعب الله يسلمك 60 فزنا روم صرنا روم خلص خسر خسر لا تضلك خسرت خلص مين اللي مين اللي خسركم؟ ديفندر وطن ديفندر ديفندر وبحر لا ما خسرناش واحد جاب لي واحد هذي بدلني ديفندر كان معاه بنت خسرهم العامة يا كذاب كذاب تصدقت انت مفوت لي واحد اسمه بحر بعدين فوت لي حدا اسمه ايزي شو ببنت انت كمان ايوه كان بيلعب مع بنت كان بيلعب مع ليفا اسمها اسمها شو؟ ما اعرفش اسمها لغتها جزائرية تقريبا لغتها جزائرية لا يا عمي يعني العب منه صحيح. لك العب منه وحياة الله العب منه دقق انت رعب عليك اشياء ايه المشكلة لك المتش لي انه كانت العب منه جايبك كانت اكثر منه بتمتش كيف يا رعب؟ كيف؟ بالعكس هذا نعمل بطولة قبل بنت يلي معاه انتو بنات كلكم باللايف باللايف سبكوا يا اخوان اوف والله ما ابو الريم اجا ابو الريم ما في شيء هنا كبر الريم صاحبي لك اقوى لاعب نيو ستيت قريب يلا شباب راح ياكل اكل وجع لا يا ابو الريم صحونا يا صاحبي لك يا حي حروم يا سلايدر حروم والله دبلوهم كانت لايف يا صاحبي خلاص يا عيب ممكن تاكل هوا شوي وخلينا نركز بالروم طيب قال قرا انت ما تحكي معي حبيبي سؤال يا اخي صوت خلاص خلص خلينا نركز بالروم جعصوا الوضع الشباب لا ما كلين والله كان هيشيلهم يسدين يا عمي هيدا مارتن تعال سناب شات حبيبي تعال شوفي شوفي ايش قاعد يكتب نعمه شو عم يحكي هذا انا ما عم فهم عليه صح شو عم يحكي مارتن كمان كلام زي هيك راح ادخل بلوك من الصفحه تمام هاي اول واخر مره لاني بعرف شو قاعد تكتب مش اول مره بعرف ليبيا انا حركات تقعمز ما يقعمز خلينا ساكتين تمام مش عارف شو
انا احس فيها ريمونتادا ما بعرف ليش احساس غلط يا مارتن غلط. قول له مقعمز مش عارف شو ما مقعمز هاي المهم بلاش باللايف تعال ديسكورد تقول له يا ابو التعليقات ما تقولها مشكله بال1 في 1 90 عم يخفيهم هاي المشكله كنت معه بالديسكورد احكي له على الخاص بس ما تقولهاش على اللايف خلاص صلى الله نبي اخوي يلا ننسى ننسى بس معلش اخويا مارتن مش واضح لك على اللايف هيك تعليقات بلاها لعيبة مينو والله بس والله صعب الريمونتادا صعب صعب والله عطاه كفر نار احمد تعال يا يوسف الجواد بلاك احمد تمين خمس دقائق يلا يوسف هو خدود تحمر يا يوسف مش بيبقى كويس بس خلصت خلصت انت كمان تعال بلعب مين مرات كمان تعال ام اللي عمل لي ميوت طيب ماشي نورتي ماشي انا مش هكلمك اصلا اذا رح ترمك لحبتك بس يلا ماشي اليوم انا حاقد على كل اليوم انا لك يقبر لي الحاقد بس يا لبناني لك رايتو اللي حاقد علي وما حاقد على الكل حاقد علي وما حاقد على الكل خلي اقول لك جملة يا زعيم تزعل مني قول لي قول لي جيب لي على الروم صعب شوف لي 29 28 انا ما بزعل ويلي دبل شمطوه اه خطر والله شمطوه زومبي لايت الزومبي جاي ب 11 كيلو حرام زومبي جاي للروم زومبي جاي للروم جاي للانفور برو اقول لك مش مرتب قادر انت اقوى بوش باللايت الله يرحم بس الله يرحم كان يقود يفوت على الكلام طلع لسانه بس من هو الحين هاو مغيره؟ ايه مغيره تفضل 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 مغيره ليش هيك حكى؟ شو؟ ليش هيك حكى؟ ليش هيك حكى يعني؟ دم مارتن دم برو هيدي بتجي الكلمة على الضغط عرفت؟ الضغط مضبوطين كثار صاحبي ما عليك انسى بعدين انت طالع صوتك مارتن